اوكي، السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. طبعا اليوم يا شباب جبت لكم فيديو من لعبه ايدنتيتي. ادري يا شباب اني قرات اسمها غلط، بس هاي هي اللعبه موجوده قدامكم يا شباب، هي والاسم. طبعا فكره اللعبه متاكده راح تعجبكم يا شباب، انه انك شخص يا شباب تقريبا طفل او مو طفل يعني ولد، انك تهرب من القصر ويطاردك وحش، ولازم انكم تصلحون معدات وحبيب والله علشان تهربون. طبعا اللعبه اونلاين وتقدر تلعبها مع اصدقائك. ادري ما فهمت اللعبه، بس هسه راح افهمكم عليها. مثلا هنا يا شباب يقول لكم تريدون تصيرون الوحش او اللاعب يلي يهرب من الوحش. طبعا اللاعب يلي يهرب من الوحش راح يكون امتع، فراح نختار اللاعب. يلا بسم الله يا شباب. طبعا تقدرون تختارون شخصيات، اللعبه جدا اسطوريه مثل ما تشوفون. اسمي احمد جي ام، وخلي الناس اللي موجودين وياي. اوكي يا شباب، مثل ما تشوف راح اضغط على ريدي. ضغطت ريدي، وهسه ننتظر من صحباننا يضغطون ريدي. طبعا اكثريتهم صينيين ويابانيين وحبيب والله. اوه يا شباب، اوف، مثل ما قاعد تشوفون بدت اللعبه. هسه انا هذا الولد اللي قاعد تشوفونه قدامكم، ولازم اروح اصلح معدات وحبيب والله واشغل الاضويه على مود نروح ندق كلمه سر ونهرب من هذا المكان البشع مثل ما قاعد تشوفون. اوكي هذا صديقي، يلا بسم الله يا شباب. هي هاي العادات اللي قلت لكم عليها، لازم نصلحهن. اوكي اذا طلع هذا السهم يا شباب لازم نخليه على اللون الاصفر، والا الوحش راح يشوفنا. اذا يا شباب ما خليته على اللون الاصفر راح يطلع شلون البرق مثل ما تشوفون، هذا سواه صاحبي، والوحش راح يقدر يشوفنا. والله غبي يا شباب، لا والله راح يخلي الوحش يشوفنا، الغبي والله حرام. والله يا شباب الوحش جاني، الوحش جانا، الوحش جانا. او ماي جاد، او ماي جاد، وينه وينه وينه؟ مثل ما تشوفون، او ماي جاد جاني، الوحش جاني، الوحش، لا 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 لا، شت 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 شت. والله كان يضربني، والله كان يضربني، والله كان يضربني، خله يهرب، خله يهرب. اوكي الحمد لله ضيعته، ضيعته، ضيعته يا شباب. خلي ارجع اصلح الآدات. يلا ليتس جو، ليتس جو يا حبيبي. والله حماس اللعبة يا شباب، اتمنى تلعبونها معاي. اوكي يا شباب راح تكمل، راح تكمل، راح تكمل. اجاني الوحش، بسم الله يا رب اكمل، يا رب اكمل، يا رب اكمل. لا شي شي، بسرعه خليه اهرب، بسرعه خليه اهرب يا شباب، الوحش شافني. اوكي ضيعته، ضيعته، ضيعته. خليه اتخبى هنا يا شباب، اتاكد من الوضع امن. هسه خلي نروح نصلح ادات جديده. يلا اسرع اسرع، هاك الغبي كشف روحه يا شباب. مثل ما تشوفون اذا خطأت راح يطلع شلون الصاعقه وينكشف جدك. طبعا يا شباب الوحش اذا مسكك راح يجيبك لهذا الكرسي وربطك بيه، ولازم اصدقائك يجون يساعدونك، والا راح تطير وحبيب والله وتموت. يعني اشياء اشياء جدا كثيره بهاي اللعبه. شافني الوحش، شافني الوحش يا شباب، خليه اتخبى هنا، خليه اتخبى هنا. طبعا يا شباب كيف اعرف ان الوحش يشوفني؟ اذا قلبي يصير باين، يعني يصير باين. هنا المقر السري مال الوحش، ناديك كثيره حق مساعدات مثل ما تشوفون، نقدر ناخذ اشياء، بس انا عندي هواي مساعدات. خلي اروح، ولا يا شباب صديقي ماسكينه والله توني ادري. او ماي جاد، او ماي جاد، هذاك الوحش يا شباب شفتوه؟ يا شباب راح نقدر نهرب، راح نقدر نهرب من المكان. شايفين ذاك المربع الاصفر يا شباب؟ بس اجي وادق كلمه السر راح نقدر نهرب. بس يا رب الوحش ما يشوفني، شافني شافني شافني. يا الله يا الله يا الله يا الله، والله حرام والله حرام. اوكي اوكي تخبيت، تخبيت يا شباب. شوفوا اصدقائي يا شباب، انا بسرعه بسرعه بس لازم بسرعه ندق الرمز، والله راح يجينا، راح يجينا يا شباب. بليز دقه صحيحه، بليز. يس يا شباب طلعنا، يس. والله حماس. مثل ما تشوفون يا شباب قدرنا ننجو. اوه مثل ما تشوفون وين. والله اللعبه عجيبه يا شباب، وهسه راح ناخذ دور الوحش او المونستر او الهونتر، يسمونه هونتر باللعبه، واقتل هذول الاولاد الهاربين. لا يا شباب ما راح اقدر العب، في تحديث 3 جيجا لازم احدث ولا ما يخلوني العب. والله التحديث بيطول يا شباب، بيطول، راح انتظره لانتم جدا تستاهلون، وارجع لكم بعد ما يكمل التحديث. فاوكي يا شباب مثل ما تشوفون اخيرا اللعبه حدثت، اخذت شوي وقت الحمد لله، فهسه خلينا نرجع ونكمل وندخل بشخصيه الشرير مثل ما قاعد تشوفون. نختار هالمره الشرير وليتس جو يا حبيبي، ستارت. شباب ما ادري ليش ما جاي يخلوني اصير الشرير، للاسف ما جاي اقدر اصير الشرير، والله ما ادري، اعتقد انه في مشكله ولا لازم اكمل المهام. يب تذكرت يا شباب لازم اكمل المهام، والمهام جدا طويله. اوكي بسم الله يا شباب، راسبنا مثل ما تشوفون. طبعا انا شخصيتي مثل ما تقولون طبيبه، لان شايل بايدي مثل السرنجه وحبيب والله كل شيء مثل الطبيبه. هسه خلي نروح. اوكي هذا صاحبي، يلا بسم الله خلينا نسوي هاي والله ما اعرف شنو اسمها يا شباب، هذا شو اسمه الجهاز اللي جاي نسوي بيه؟ كاتبه ولا ايش؟ اوكي انا راح اسميه ادات. اوكي كيف سوينا هاي الاولى؟ اوكي يا شباب ما بقى شيء وراح نخلص، ولا والله جيت يا شباب جيت اخرب الاله، والله جيت اطلع البارق هذا ويجيني الوحش.
الا شويه واخطا. اوكي الحمد لله شغلتها. ذاك الوحش قاعد تشوفونه، خلي اهرب بسرعه. لا اوكي يا شباب، راح اقلكم شنو معناتها انا من قاعد اقول يطلع برق. شوف الوحش يا شباب قاعد يقتل باصدقائي. اوكي يا شباب هسه راح اعلمكم. مثل ما تشوفون صار مثل البرق، اذا صار هذا البرق او جت حمال الكهرباء معناته انه الوحش يقدر يكشف مكاني، فهذا الشيء جدا خطر ولازم نركز واحنا نسويه. اوف اوف اوف، والله جينا نطلع البرق، والله جينا نخرب ام السالفه يا شباب. الوضع صار جدا خطير، اثنين من صحباني راح يطيحون. بس والله يا شباب يعني انا غبي، المفروض اروح اساعدهم مثل ما قاعد تشوفون، اروح اداوهم لاني طبيب وحبيب والله، بس قاعد اهتم بشؤوني الخاصه. والله حرام يا شباب مساكين، ما اعرف هم وين. اوه راح نهرب، راح نهرب يا شباب بسرعه بسرعه بسرعه. والله خايف انه راح يجيني. طبعا يا شباب الهنتر او الوحش جدا محترف اللي موجود بهذا الجيم، جدا جدا محترف. ليتس جو ليتس جو. يا رب اللحق يا رب اللحق يا شباب. طبعا الوحش حاليا يعرف مكاننا بالضبط، يعرف مكاننا بالضبط لانه راح نهرب. اوكي اوكي اوف، والله خوفني طلع صديقي. يلا 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 يا شباب يلا. اوف اوف والله راح يجينا. ليتس جو ليتس جو. او ماي جاد هربنا. نايس وين يا شباب فزنا. فاوكي يا شباب وصلنا نهايه الفيديو، اتمنى عجبتكم اللعبه، فيديو خفيف لطيف كالعاده. لا تنسى تقيم اللعبه تحت بالتعليقات، فياب لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناه وفعل جرس الاشعارات حتى يوصلكم كل شيء جديد. شكرا للمشاهده، اشوفكم بالمقطع الجاي وبيس سارت. Old stone, fuck with them. Old stone, fuck with them. Old stone.